السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم في البث اللي يمكن يكون يومي وشبه يومي حول شيء له علاقة بموضوع الخلافات الزوجية، العلاقات الزوجية. إشارة سريعة جدا على موضوع أنا بسميه مساحة الأم ومساحة الزوجة، فهم هذه الطبيعة، فهم الحقوق، فهم الواجبات أو التداخل فيهم، من الأدلة الرائعة على حكمة وعلو خلق الزوج اللي هو صمام من الامام. بدي احكي عن هذا الموضوع شوي، دردشه سريعه. اكدوا لي كما هي العاده اذا سمحتوا. موضوعي هو مساحه الام مقابل مساحه الزوجه، وفهم الزوج بالوسط صمام من الامام لهذا الموضوع. اكدوا لي فقط على انه الصوت كويس، انا مضطر عم بستخدم سماعات وموطي صوتي لاني مكان عام، انا جوا مقهى يعني، فمش قادر اعلي صوتي كما هو العاده لما امشي بالشارع، مش ماخذ راحتي في الصوت يعني. فبدي اتاكد انه، شكرا يا فادي، صوت كويس. كمان شخص يأكد لي لأني أنا يعني مع تمام. طيب ممتاز. طيب يا أحبة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سياق الحديث عن موضوع الخلافات الزوجية ومشاكل بين الأزواج، وسموها المعضلة المتكررة، أمك حكت، أمك قالت، أمك تدخلت، أمك عملت، شيء طبيعي لأنه في تداخل، خلينا نحكي مصالح، وفي المقابل مرتك حكت ومرتك عملت. ف الحرب اللي بسموها يعني التاريخية اللي ما بتنتهي بين الأم وبين الحماية، واللي للأسف برضو كمان بنحط عليها بنزين، شو بيقولوا، بنحط بنزين على النار وبنحط كاز على النار، وللأسف تتحول لنكت بتخليها كأنها حقيقة حتمية. طبعا فيها مبالغة وفيها استخدام سلبي وفيها إلى آخره، ولا يعني هذا إنه المشكلة مش موجودة، لا هي موجودة، لأنه الأم بتكون قريبة جدا جدا من ابنها، ربت ودارت بالها عليه، فبالنسبة لها كإنسانة مليئة بالعاطفة والحب والحنان، إجت الإنسانة بالنسبة لها الغريبة، فمجرد ما تحس إنه ابنها بلش يتغير، اللي هو التغير الطبيعي، صار عنده اهتمامات، خف اهتمامه بطريقة ما، فمباشرة بتحس إنه بين قوسين الغريبة خطفته أخذته. فإذا كان في زيادة على هذا الموضوع إنه الزوجة أو الكنة ما كانتش دايرة بالها على موضوع النمط الشخصية والدور الأخلاقي والاجتماعي والحكمة والجري إلى آخره، بزيد الطين بلة، والعكس برضه كمان صحيح. الزوجة جاية بتكون بالنسبة إلها هذا إنسان طلبها وبذل الغالي والنفيس لأجل يطلبها، في الأصل إنها معززة مكرمة، فجأة بتلاقي تعامله معها حقوق أمه عليها زي حقوقها عليه، فبالتالي اي كل الاولويات لامه، كل الحقوق لامه، كل شيء لازم براي امه، يستاذن امه، يحكي مع امه كذا. فهي فجاه بتحس حالها كانها اخذت بيبي مدلل، او اخذت او اعتبرت نفسها كانها رجل كرسي في البيت، راحت تشتغل خدامه عند امه. ف يعني هاي من ضمن الامثله السريعه جدا. طبعا الموضوع كبير ويحتاج لساعات ونقاش، انا بدي اعطي بس اضاءه سريعه جدا. انا قناعتي الشخصيه كانسان بتدخل بعشرات ومئات الحالات والخلافات، ومن منطلق شرعي بالدرجة الأولى، طبعا أنا منطلقاتي شرعية قرآن وسنة بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك بستفيد من علوم الاجتماع وعلم الإدارة وعلم الماركتينج وعلم النفس وعلم الكذا إلى آخره، بطعم من جاز التعبير، بعمل نوع من التطعيم الخفيف على داخل الجسم الضخم اللي أنا مستوعب، أنا بستوعب النفس البشرية عبر النظرة القرآنية بالدرجة الأولى. ما بعتمد على ما يقول فرويد وما يقول أهل الإلحاد من علماء النفس إلى آخره، المهم، وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نصائح من إنسان يعني في الساحة، صمام الأمان الأساسي في حل هاي المشكلة التاريخية شبه الغير المنتهية هو الزوج. ركز معي أيها الزوج، ركز معي، أنت صمام الأمان، مش راح تقدر تغير نمط الأنثى سواء أمك أو أختك، حطها براسك، ضلكش تقول يا يما ما هو كذا. بدك تعرف إنه الأنثى كتلة من العاطفة، الدوافع بالدرجة الأولى عاطفية، نمط مخ الشغال عاطفة، ردود الأفعال عاطفية، فلا تضلك معصب بالنص طول الوقت، زعلان من أمك ومولع من زوجتك، بهدل زوجتك وتعق أمك، لا لا لا، استوعب إنه ما يلي. انت استوعب انه حب الام ما بيتعارض مع حب الزوجه، ركز معي، اعتبر هذا القلب فيه غرف، وجوه هاي الغرف في غرفه كبيره جدا اسمها الحب،
وقسم لي هذا الحب إلى مربعات. في مربع خاص للأم، نوعه وطبيعته بيختلف عن الحب الخاص للزوجة، بيختلف عن الحب الخاص للبنت، بيختلف عن الحب الخاص للأخت. لا تظن إنه اللي بحب أمه فمعناته ما بيقدرش يحب زوجته، هذا عبارة عن نظرة قاصرة ما إلهاش علاقة بالعالم كلياته. حبك لأمك ما بيتعارض مع حبك لزوجتك، رقم واحد. حق أمك بيضله محفوظ وحق زوجتك بيضله محفوظ. أنت عليك واجب تجاه أمك، مش بدرجة الواجب تبع زوجتك تجاه أمك. أنا بحكي قواعد الآن. حق أمك عليك عالي جدا جدا جدا، وصل لمرحلة لو إنها عدم مؤاخذة أهانتك وشتمتك شو ما عملت هي تؤثم عند الله، لكن أنت لا تملك الحق، لا ترد ولا تسب ولا تشتم ولا تهين، وإن فعلت فأنت ارتكبت كبيرة من الكبائر مثلها، مثل الزنا والسحر. فهذا إيش؟ هذا في حال بالنسبة لوالدتك، ماشي؟ الآن لو والدك الله يكرمكم، طيب الله يكرمكم ويبارك فيكم. تلاحظ هاي انت هون، هاي حق امك عليك، حق امك انت لازم تبرها، تحترمها، تعطي حقوقها. الان لو هي غلطت معك او لو شو ما عملت معك، بكل لطف وادب تناقش معها. لكن لو والدتك غلطت مع زوجتك او قصرت مع زوجتك، دير بالك موقف زوجتك امام الله من حيث حقها في الرد والنقاش والحوار والدفاع عن نفسها بيختلف عنك. فما ينطبق عليك شرعا من حيث عدم وجود الصلاحيات للرد على والدتك اذا قصرت ما بينطبق على زوجتك. عم بحكي لك شرعا هذا الان، ماشي؟ فبالتالي بدك تعرف انه لو لا سمح الله والدتك قصرت مع زوجتك او اهانتها او عملت، شرعا زوجتك تملك حق الرد. الاصل يكون في علاقات أخلاقية عالية جدا بينك وبين زوجتك، أنت تكون صمام الأمام. تضطر قلب أمك على زوجتك لما يصير خلاف. لاحظوا أنا عم بحكي بحالات الخلاف، أنا الآن تخصص حل مشاكل إطفاء، يعني شو بقول، إطفاء حرائق. تمتص وتعتذر لزوجتك نيابة عن والدتك إذا كان الحق على أمك. ركز معي، دورك صمام أمام، حالة امتصاص، بتخفف قدر الاستطاعة عند أمك، ما قدرت تمون على أمك أي سبب من الأسباب، مش تعتبر حق مكتسب. ما دام مش قادر تمون على أمك فبالتالي زوجتك تمسح فيها الأرض والموضوع سكر الفايل وخلص وبدها تتفهم، لا، هذا الحق عليك أنت مش على زوجتك. فأنت مطلوب منك أخلاقا عقلا منطقا عرفا إنك تمتص ضيق زوجتك، لأنه مشان يكون عندك رصيد، لازم يكون عندك رصيد من الود، من الاحترام، من التحمل، من 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 إلى آخره، مشان انه زي ما بيقولوا بلهجتنا في الاردن، نقول مشان هاللحية او مشان خاطري، سامحيني مو قادر اغير. فهي تتخلى عن حقها في الرد، بردة الفعل، في الزعل، في الغضب، في الصياح، في الكذا، مشان خاطرك، مش لانه ما معها حق. خلينا نفرق، ادراكك لهي المعادله بحل كثير من المشاكل. طيب نيجي عكس الان. الان زوجتك لسبب ما، على سبيل المثال، ما بتحب امك، ما بتطيقها، مش حابة تقعد معها. طبعا عم بحكيش على لا سمح الله تهينها بدون سبب، لا، تهينها بدون سبب هنا كارثة دخلنا. لكن بدي افترض انه زوجتك ما بتحبها، خلص سبحان الله لسبب ما، الحق على مين من العالم. بتحرص على انه تنسحب من اي جلسة امك موجودة فيها، ما بتحرص ابدا ابدا على انها تسمح لاي ظرف يجمعها فيها، فما ما بتحب تقرب منها. باختصر، هذا عامل لك توتر والى اخره، او زوجتك طبيعتها مشغوله، او زوجتك بتشتغل وطبيعه انشغالها بخليها غائبه عن كثير من العلاقات الاجتماعيه اللي زوجتك اللي امك بتعوده من باقي كناينها اللي هم سلفاتها، انهم دائما موجودين. اشمعنى هون دورك صمام الامام، لانك دائما ترطب الصوره، تحسن الصوره، تشرح، مش انك تقعد عدم المؤاخذه يعني، بس تستمع على سمة البدن، القهر، الأبصر، إيش، وتتعبى وتروح تنفس بزوجتك. لا، أنت دورك الآن تحسن صورة زوجتك عند والدتك، تحبب قلب أمك بزوجتك،
تشرح سبب تأخرها، وبعض الأحيان تغطي حتى لو كان الموضوع سلبي إنك تعطي الصورة الإيجابية. فأنت الرسالة بدي أوصلها، الزوج صمام الأمان، ركزوا معي، الزوج صمام الأمان بين الأم وبين الزوجة. بدك تمتص زوجتك، تتعامل معها بأرقى طريقة، وتحسن صورة أمك عندها. وفي حالة أمك قصرت قدر الاستطاعة بأي لطف، إذا ما قدرت أنت تكسبها من خلال تعويضات الأخرى، وفي حال زوجتك قصرت مع أمك لسبب من الأسباب، لأنها تبذل جهدك بالود والعطاء وكذا والنقاش والحوار قدر الاستطاعة، بدك تضطر يلب أمك على زوجتك قد ما تقدر. هذا إذا كان عندك قاعدة في الحياة. أنا ما بقول لك الوضع بيصير ملائكة، ولا بقول لك تنتهي كل المشاكل، بس بقول لك هذا إذا كان واضح عندك ونية مسبقة. ال90% من الكوارث تتحول ل20%، ال70% من المصائب تتحول ل15%. كنمط حياة أنك أنت دائما مستعد تحسن صورة هاي عند هاي وتحسن صورة هاي عند هاي، لأنه ما يسمى الكلاش اوف انترست او تضارب المصالح او الاختلافات انت مش راح تقدر تسيطر عليها، مش راح تقدر طبيعتهم، وهذا امر يكاد يكون شبه حتمي. انت دورك تلعب الدور الاخلاقي الرائع وتكون الحكيم، مش انه اول ما زوجتك تحكي لك كلمه عدم المؤاخذه، كلمه غلط امك عملت، انت تتحول لكشر وتروح تجرح كلمه امك، تدخل في عقوق الوالدين بكبيره من الكبائر وتعمل كارثه. هذا التصرف غبي باختصار يعني، ولا العكس كمان، مجرد ما امك ترمي لك كلمه مرتك تتحول لوحش، تيجي وتسب وتشتم وتمد ايدك دنيا عالم، هذه كارثه وهذه كارثه. هنا برايي انا اذا انت تتعامل بهذه الطريقه، يوم خبط لزق من هون لهون، انا شخصيا لا اعتبرك رجلا، انا شخصيا ماشي لا اعتبرك رجلا صالحا لان تقود اسره. واعتقد انه يعني سقطت بالمعنى الفكري والمجازي، سقطت قوامتك انت ماشي، برايي الشخصي انه انت ربنا اعطاك القوامه يعني، واعطاك كلمه الطلاق بكلمه، فكرك هيك بس مش هتسلى فيها، تشوف حالك عليها تضرب وتخبط وتهدد، لا تتحمل. اعظم ما في القوامه تحمل المسؤوليه، واعظم ما في تحمل المسؤوليه امتصاص المشاكل والحكمه والاصلاح. باختصار شديد جدا هذه هي رساله اليوم. قبل ما اختم، اذا حدا عنده سؤال بشكل سريع جدا، الله يكرمكم، سامحوني اذا صوتي واطي اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا حدا عنده سؤال على موضوعي بسرعة قبل أني بدي أختم، مضطر أحكي وأنا جالس لأنه محتاج الواي فاي، عندي مشكلة في الإنترنت. أم أحمد بتقول الله يجزيك خير، استفدنا من محاضراتك، أولادي بيتذكروا محاضراتكم الصغار في مسجد خير الرحمن وادي السير، وكنت ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا، حياك الله محمد، أهلا وسهلا فيك، الله يبارك فيك ويحفظ لك أولادك إن شاء الله. إذا حدا عنده سؤال على موضوع الأم والزوجة، موضوع الكنة والحماية بشكل سريع جدا، راح أعطي دقيقة وبعد ذلك أنسحب. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. موضوع الكنة والحماية، وساعدوني في نشره، الله يجزيكم خير إذا تكرمتم. لعلنا يعني أنا إحدى أبرز النوايا اللي عم ببث هذا، إنه نسهم في نشر الخير. ولعلنا الأخ محمد نصيحة للمقبلين على الزواج، هذا موضوع ثاني، هذا بده يدخلني هلأ بعالم آخر يعني. أنا الآن فقط عم بحكي إطفاء حرائق كنة وحماية أم زوجة، فسامحوني يعني بيجي إلى وقته إن شاء الله بإذن الله. فاللي عنده سؤال على موضوع الكنة والحماية ضمن الإطار اللي أنا طرحته الآن، تفضلوا. أي راح نص دقيقة، بعطي كمان نص دقيقة إذا حد عنده سؤال من الأخوات خصيصا طبعا أو الإخوة، تفضلوا. وإلا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أم محمد يا ريت ترجمت خطبتك يوم الجمعة للعربي. والله يا أختي أم محمد، أنا بخطب عربي وبخطب إنجليزي، ما أنت بتشوف أنا بخطب أظن 2 إنجليزي واحد عربي، 2 إنجليزي واحد عربي، فعندي عربي وعندي إنجليزي، يعني أنا مش كل خطبة بالإنجليزي لكن غالبها، وعندي يعني أنا زي ما بتشوفوا الأصل في البث عندي في العربي، ومعظم الرسائل الفكريه الاخلاقيه الاصلاح حزب كله بالعربي، لكن الخطب لانه انا جزء رئيسي من وظيفتي هنا، من مهمتي اللي باخذ راتب عليها، اني اعطي خطب بالانجليزي انا بالدرجه الرئيسيه اصلا، وسبب اصلا يعني عقد العمل اللي عرض علي في جيتي لكندا، لاني انا بحكي بدرس الاسلام باللغه الانجليزيه، فانا الاصل عندي بالامور الوظيفيه
هو اللغة الإنجليزية، المحاضرات، المؤتمرات، اللقاءات، الكذا، كله بالإنجليزي. طبعا لذلك طبعا وعندي العربي بكثير، فبالتالي اذا بتدخلوا على اليوتيوب بالذات في عندكم خطب بالعربي حوالي يمكن 50 60 خطبه، عندكم بالانجليزي يمكن 70 80 خطبه. فسامحونا هذا اللي بقدر عليه بلحظتها، ما بقدر اترجم، مستحيل يعني لو عملت اللغتين الوقت بتضاعف، ما بنقدر عليه. ام احمد بتقول حماتي ربنا يرحمها من اروع الحماوات. يا سلام، ما احلى هذا الكلام، رائع انه نسمع هذا الحكي، ما نضلنا ننشر الصوره السلبيه. الله يجزيك الخير. اي شخص يطلب التواصل بشكل شخصي اعتذر، سامحوني، اعداد اللي بيطلبوا هذا الامر عدد ضخم جدا وكل انحاء العالم، لو بدي افتح المجال لكل شخص على راسي منهم وكلكم احسن مني، لكن ما عندي الوقت، يعني ما بقدر انه كل شخص طلب التواصل ربع ساعه نص ساعه، بحتاج حوالي 5 لـ 8 ساعات في اليوم. اللي بحكيها العباره دائما لو فتحت هذا الباب، يعني مع اعتذاري منكم، لا باكل ولا بشرب ولا بوصل اولادي على المدرسه ولا بشتغل ولا بجيب فلوس ولا بدفع اخواتي ولا بدفع اجار، بقعد بالشارع بعدين، يعني ما بقدر. عدد ضخم جدا، عم بتعامل مع حوالي 3 مليون انسان على وسائل التواصل الاجتماعي. المنصات اللي انا يعني باسمي فيها حوالي 3 مليون، فتخيلوا باليوم من 10 ل 70 80 واحد، كل واحد ربع ساعه الو السلام عليكم او افتح كذا او ساعه ونص ساعه، ما بقدر. ما عندي لا مؤسسه ولا شركه ولا موظفين يتابعوا يفرز، ما استطيع. فاعتذر منكم جدا جدا، سامحونا. مريم بتقول الله رزقكم من حيث، شكرا، الله يجزيك الخير اخت مريم، بارك الله فيك، الله يجزيك الخير اخت مريم. ام محمد الشاطر بتقول فعلا كانت حماتي جميله وطيبه الله يرحمها. يا سلام، ما احلى لما نسمع من الكناين عم بمدحوا حمواتهم، عشان تعرفوا انه الدنيا مش سوداء وشر زي ما بيحاول كثير من النكت في السوشيال ميديا والاعلام يكبرها. لا 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 لا، في فعلا في حموات رائعات وفي كناين رائعات، الحمد لله الدنيا ما خليت من الخير، فلا تقبلوا. ساره بتسال هل تسمح لنا استخدام جزء من خطبتك وحوارك بالدين؟ طبعا اختي، انا اي ماده الي على صفحتي من الامور اصلا هدف من اهداف النشر انكم تستخدموه، او يعني اذا استفدتوا منه الحمد لله، واذا اعدتوا نشره الحمد لله. انا مش حاطط عندي على صفحتي اي منع من انه واحد يستخدم المواد ابدا، يعني استخدموها في اينما تشاءون الله يجزيكم الخير. طيب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.